طيب معانا استاذ محمد من مصر، برحب بك يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا فندم. كيف حالك؟ الحمد لله تمام بخير، اتفضل. أسأل الأستاذ عصام سؤال، بس يا ريت يعني صدري يتسع السؤال. اتفضل يا فندم. عايزين تأصيل شرعي للخروج على الحاكم، ونفس الحديث الصحيح الموجود أنه لا يجوز الخروج على الحاكم، وتطبيق ده على 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 الوضع الحالي. يعني احنا دلوقتي عندنا حاكم مسلم طبقا للنص الشرعي المفروض ان احنا خلاص نتبعه، وان احنا ما نخرجش عليه، وان احنا خلاص هو حاكم الحاكم الشرعي الفعلي. الخروج على الحاكم بيكون بايه يا استاذ؟ اسمه استاذ ايه؟ استاذ محمد. يا استاذ محمد الخروج على الحاكم بيكون بايه؟ لا انا حضرتك بقول لك اصل النص الشرعي، لكن انا ما عنديش علم بيه صراحه. طب يعني انت بتسالني في نص شرعي، ما يمكن انا اقول لك نص تاني ما تعرفوش واخدعك بيه، هتعرف منين ان انا ما بقولكش الحقيقه؟ لا انا مش متصل عشان يعني بهدف معين. لا انا متصل، ما اقصدش والله هدف يا استاذ، ما اقصدش. وانا قلت لك ليك هدف، انا بسالك اللي هيخرج على حاكم هيخرج عليه بايه؟ بسلاح مش كده؟ بالسلاح صح؟ يعني معنى الخروج انه بالسلاح. اصبر عليه، في حد في الشعب المصري عنده سلاح؟ طبعا اكيد يعني. اكيد. والسلاح ده تقدر تواجه بيه نقطه كفر ابو عبد صمد، ها؟ مش هقول لك اسم شرطه، تقدر تواجه بالسلاح اللي عندك اللي مع شويه الغفر اللي عند اي عمده. يا فندم انا بتكلم في، والله انا بشرح لك، ما انا بجاوبك يا ابن الحلال. انت انا بجاوبك والله، وانت فاكر ان انا بناقشك ولا بهاجمك؟ انا بجاوبك. انت متخيل مهما اوتيت من سلاح انت كفرد، وسلاح مش مترخص صح؟ ما المترخص ايه؟ مترخص لك طبنجه عشان عندك املاك او مصانع، صح ولا لا؟ صحيح. طيب هرخص لك بسلاح ايه تواجه بيه حرامي راس براس؟ انت عمرك فهت مهما كان عندك كل ده، كل السلاح اللي عندك مع العلب حالها، يحصل سلاح نقطة في اسم شرطة في اي حتة؟ يحصل ولا ما يحصلش؟ طب هل احنا الان المفروض المفترض مش ان احنا في بيعة، والمفروض لينا حاكم شرعي، ولا ايه رايك؟ بيعة لمين؟ الحاكم الموجود الحالي. انت بيعته؟ خلاص هو رجل شرعي للدولة. انا بسألك بس، مش انت بتقولي ليه بايع في رقبتك؟ انت بيعته؟ وهل انا اللي ببايع ولا العلماء اللي بيبايعوا؟ ليه واحنا طراطير؟ هم العلماء يعني خدوا توكيلنا مننا واحنا خلاص بالسلامة، يا الله خش في رأي ورقبة ابن عمي فداك. انا بسألك انت بيعته؟ ايوه احنا بيعنا، امال ايه؟ حلو، ده كلام كويس. إذا ما أنت بيعته، بيعته على إيه؟ على مبادئ، على عدل، على السمع والطاعة في إيه؟ فيما لا معصية فيه. مظبوط؟ مظبوط. أنت اتفقت مع كده مع السيسي ولا لأ؟ المفترض أيوه. لأ، ما هو أنت النهارده أنا لما حاكم بيحكمني بيقولي بيعني، ببايعه، أبايعه على إيه؟ الأوله شرط آخره نور. صح. انت اشترطت ايه؟ العدل، الحق، اقامة شرع الله، الحريات، مظبوط؟ طول ما هو ماشي سليم ليه في رقبتك البيعة بتاعتك دي؟ ما مشيش سليم يبقى المطلوب منك ايه؟ هي البيعة من طرف واحد ولا من طرفين؟ طرفين. حلوة، ولو طرف اخل العقد ما مفسوخ ولا مكمل؟ جاوب يا استاذ محمد. ها يبقى مفسوخ خلاص. كل واحد بقى يقيم الحاكم اللي هو بايعه، هو كمل معاه البيعه بتاعته ولا فسخها؟ كده الاجابه وصلتك اهو، من غير ما اقول لك لا سين ولا صاد ولا عين، صح كده؟ لا بس انا يهمني النص الشرعي. طب ما هو انا بقول لك من النص الشرعي. انا بكلمك بالشرع يا ابن الحلال. النص الشرعي بنا المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، صح؟ دين ده. ده مش ده النبي قال كده ولا لا؟ وقال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. بالعقود. ربنا سبحانه والحكم ده عقد.
زي عقد الجواز. انت شرعا قلت لمراتك ليكي مهر وليكي بيت وليكي حق الاستمتاع، طلعت عاجز جنسيا وطلعت شحات وطلعت قاعد نايم في الشارع، تلزم مراتك ان هي مراتك؟ ولا اي بني ادم في الدنيا عنده عقل يقولك دي متطلقه بالثلاثه؟ ولا كان ده غلط؟ لا الكلام مش خطا يا فندم، بس انا حل. انا هل بقى تيجي تقول لي لا ده صلاه المراه لا تقبل لو جوزها نام وعليها غضبان؟ يا عم غضبان مين؟ ده انت ربنا غضبان عليك وكل الشارع والعيله، لا موكلها ولا مشربها ولا مشبعها جنسيا ولا ماليا ولا مسكنها. ما هي يا ابن الحلال العلاقه بين طرفين مش طرف واحد، كل طرف عليه شيء، الحاكم عليه طرف والمحكوم عليه طرف. مظبوط يا فندم؟ مظبوط، بس انا والله انا عايز اعرف شرح النص الشرعي اللي هو ايه، بس مش اكتر حتى لو. ايوه اللي هو ايه، اللي هو من خرج على على من خرج على على مثلا الحاكم وفي رقبته بيعه مات ميتة جاهليه. انا سمعت حديث صحيح اللي هو انهي حاكم؟ ايه معنى الحديث هنا؟ الحاكم اللي هو نون؟ ما انا بسأل حضرتك يا فندم. طب ما انا جاوبتك في الاجابه اللي فاتت كليها. الحاكم ده يا حبيبي اللي هو نون، الحاكم اللي اديته بيعه ووفى ببيعته، فانا نكست، هل يجوز ان ننكس عهدي معاه؟ طبعا لا. لا طب اذا هو نكس عهده نعمل ايه؟ قول لي. ما ترد يا استاذ محمد. ايوه معاك. ولا هو احنا بس اللي مطالبين بالوفاء بالعهد وغيرنا ينقص؟ ما عندوش مشكله، يبقى هو له السمع والطاعة. فين الكلام ده؟ لو انت واحد بيصلي بيك في الجامع امام جاهل وبيخش من غير وضوء وبيلخبط في الصلاه وانتوا بدل الركوع بيسجد وبعدين يقوم يركع وينام، هتعمل فيك اول مره هترده، ثاني مره، ثالث، رابع مره هتعمل ايه؟ هتقدمه امام ولا هتشده من على السجاده ترميه في اخر الجامع؟ لا مش ده اللي بيحصل؟ ايوه صحيح. ما هي دي الامامه اللي في الجامع زي الامامه اللي بره الجامع، دي امامه ودي امامه، الامامه الصغرى والامامه الكبرى. وضح لك النص ولا لسه عايز تاني؟ لا هو كده بصراحه يا استاذ محمد انت خدت كفايتك من الاجابه والنقاش والحوار المقنع والمفصل. فلو عند حضرتك اي استفسار سريعا نقول عشان برضه ما بقاش حجرت على حقك وانت متصل يعني. اتفضل. جزاكم الله خير. الحمد لله والله يعني ان شاء الله عليك يا شيخنا، يعني بارك الله فيك، وحوار كان كله اقناع يعني بالادله. هو سأل سؤال فانا حبيت افهم افهمه الدنيا جايه منين ورايحه فين يعني. وما شاء الله انت لا ذكرت له اسماء ولا قلت له حاجه، احنا طبقنا قاعده للأسف. كل واحد ياخدها يطبقها بقى على الحاكم. بعض الناس للاسف المشكله ان هو في بعض مشايخ تجار دين للاسف يعني. ايوه يتلاعب بالنصوص، يقول لك اسمع واطع من جلد دارك واكل مالك وإن, وان 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 وان. طيب وعين تبقى مصدوم عمال تصوت لك وطي صوتك يا اخي، الناس بتصلي. طيب ومين بقى اللي بيجي اللي هو الامام اللي بيصلي؟ امام عايزين نستمتع بتلوته. ايوه طب الامام ده ايه؟ تعريبه بتاع نسوان وهو لسه ضربه ومعوره فعمال يصوت من الالم. ايوه وبعد ضربه خلاص استقيم رحمكم الله وراح مكبر. يستقيم هو الاول. مفيش كده يا جماعه. طبعا مفيش في الدين كده يا اخواننا، ما تحرفوش شرع ربنا. سيدنا عمر بن الخطاب قال ان استقام فواحد قال له إن لو وججت لقومناك بحد سيوفنا. صح. لا مارس معه وقت قال لا سمع ولا طاعه. انت جلبيتك اطول مننا. ايوه جلبيه اطول. جلبيته يابا. قال له انت وزعت على كل 2 متر. انت اطول مننا، ما كفاك ازاي؟ ايوه احنا قصيرين. يبقى انت خدت زياده. قال لابنه وافي عبد الله قال له خدت من حته من عنده. قال الان نسمع ونطيع. بس. عدل. ما طلعلوش بعمر اسمع وان قال ده ظهرك واكل وسرق قماشك. ايوه طبعا. الكلام ده يا عم ده دجل والله، دجل يا جماعه والله العظيم. المشايخ اللي بتقول لكم الكلام ده مشايخ لبط. ايوه. لا بتاع شرع ولا دين ولا بتخاف ربنا وشويه يعني تجار وتكره الناس في شرع الله. صحيح. وانا بقول لك يا عم شيل سلاح اطلع على، بقول لك بس فينا ما تقوليش بقى لي سمع وطاعه بقى. ايوه طبعا. بايع بايعنا بيعته فين؟ هو اساسا قدم لك برنامج؟ لا أمن. قال لك ماليش برنامج. أمن قوم. وغيره. وبعدين؟ طيب يا عم حتى لو قدم برنامج واتفقنا وقابلنا بيه وخالفه. خلاص. خالف العقد اللي بينه وبينه. المطلوب؟ تمام.